حجية يعني معقولة؟ لا حيو هذا بضاعة استشهد وشو اداء راح وضربة الرحبة كنا صوابات من الحرام لعين الزلمة كلها تعضاف والله بالطبيب الشرعية. هاي السيارتين لطلاب مدارسنا لأولادنا يعني يلبسوهن وجاي العيد فرحة على العيد على أساس أم بشار الأسد أعطانا هالفرحة الله يشيل له ويزله. تم استهدافنا هون في رحلة الصيانة في مجلس المحلي من قبل طيران الأسدي الساعة 11 الظهر، أدى لأضرار مادية الحمد لله رب العالمين في الرحبة، بالإضافة لأضرار بشرية وأضرار مادية كبيرة بشكل السيارات الاعتمار. مثل ما كنتم شايفين لازال الاستهداف مستمر بالمدفعية ومن قبل الطيران، الحمد لله رب العالمين أضرارنا الحمد لله مادية. إن شاء الله مستمرين في العمل، مستمرين في خدمة البلد رغم الطيران رغم القصف رغم كل شيء، لازلنا مستمرين لازلنا في العمل إن شاء الله رب العالمين. يوم جديد ومجزرة جديدة يحدثها الطيران الروسي بقصفه على أحياء مدينة حلب. طبعا نحن هنا متواجدون في حي الصخور الذي استهدفه الطيران الروسي بصاروخ فراغي أدى لأضرار مادية كبيرة وأيضا 8 شهداء وعدد من الجرحى. طبعا الصاروخ استهدف رحبة للمجلس المحلي لمدينة حلب. كما نرى هذه السيارات تحترق والتي كانت تحمل كتبا مدرسية وأحذية للطلاب طلاب مدينة حلب. طبعا الطيران الروسي منذ الصباح يستهدف الأحياء الشرقية لمدينة حلب والشمالية الشرقية محدثا عدد من الشهداء والجرحى فضلا عن الدمار الذي حل بالأبنية السكنية. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم. حلب. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. الله أكبر. استهداف تجمع لقوات النظام على تلة القراصي بصاروخ من قال. بسم الله الله أكبر. يا الله اللهم صل وسلم يا الله يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا الله الله أكبر. إذن معركة جديدة يبدأ بها جيش الفتح في ريف حلب الجنوبي بهدف تخفيف القصف عن الأحياء السكنية في مدينة حلب. تمكن جيش الفتح حتى هذه اللحظة من تحرير عدة مواقع وقرى هامة في ريف حلب الجنوبي. تمكن من تحرير قرية معراتة بالإضافة إلى بلدة الحميرة وتلال القراصي وكتيبة الدبابات في محيط خان طومان وعدة تلال استراتيجية هامة، وتمكن أيضا من قتل وأسر أعداد لا بأس بها من الميليشيات الطائفية الإيرانية التي تقاتل في ريف حلب الجنوبي. بدأنا اليوم بعد ظهر اليوم بتمهيد المدفعية على مناطق معراتة وتلال القراصي، ولله الحمد بدأ الاقتحام بعد الساعة الواحدة، استطعنا من خلالها تحرير منطقة معراتة وتلال القراصي وأطراف بلدة حميرة لله الحمد. كم كان عدد القتلى الإيرانيين؟ طبعا نحن نعلم أن في ريف حلب الجنوبي معظم المقاتلين هم مقاتلين أجانب إيرانيين، كم كان عدد القتلى وهل هناك أسرى؟ لله الحمد يوجد أعداد أسرى كبيرة من العراقيين والإيرانيين، ويوجد أيضا بعض الأسرى من عناصر حزب الله. أخي الكريم، أعداد القتلى ولله الحمد كثيرة. العناصر الميليشيات العراقية والإيرانية لم تستطع الصمود، انسحبت في تقريبا بعد ساعتين من بدء المعركة وتركت شبيحة بشار الأسد وشبيحة المنطقة يواجهون مصيرهم وهو القتل ولله الحمد. هل سوف يتابع جيش الفتح في معاركه في ريف حلب الجنوبي أم سوف يتوقف عند هذا الحد؟ المعارك مستمرة حتى إن شاء الله رب العالمين نعيد تقدم الميليشيات إلى منطقة أسفيرة من نقطة بدايتها في حملتها على ريف حلب الجنوبي إن شاء الله رب العالمين. الله يعطيكم العافية، شكرا كثير.
معكم نزار نجار نائب مدير مخيم باب السلامة. قمنا بهذا الاحتفال للأطفال من قلب الحصار، من قلب الدمار، من مدرسة فجر الحرية، وذلك لمنافسات بين الفرق الرياضية للمعاقين وللأطفال الذين يتدربون بإشراف ودعم الهيئة الرياضية للشباب السوري. أنا المدرب عبد الرحمن مصري في مخيم باب السلامة في مركز الطفل الرياضي السوري، مدرب تايكواندو. فحبينا نشارك مع المهرجان لنطلع الأطفال من جو الحرب وجو الحصار ونبنيهم ليصيروا أبطال المستقبل إن شاء الله. وشفتوا الشباب ما شاء الله عليهم أبطال. بسم الله الرحمن الرحيم. من مركز التأهيل والتدريب في الأتارب حبينا نعبر عن صدمتنا بالأطباء المهاجرين العرب المهاجرين إلى الغرب وترك أطفالنا وشيوخنا بدون أطباء وترك المشافي.